السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيخ مجموعة طالعين من مقر محلهم اللي هم يقومون فيه بوسيلة تمشي، يتمشون في البر، هل يزوج على جائز لهم أن يقصروا الصلوات أو يتمون؟ إذا خرج الإنسان من بلده للتجارة أو طلب العلم أو العمرة أو الحج أو الصيد أو النزهة أو غير ذلك من المقاصد فهو مسافر، لكن الذي يخرج يتمشى في أول النهار ويرجع في آخره هذا ليس بمسافر،